دلوقتي يا جماعه احنا ما تشرح لكم لاني ما اعرفش ده ايه وبيتكلم عن ايه وهو ايه. انا اخر معرفتي دي ان دي فرشه بتنظف الحمام. دي بتنظف الببرونه يا معفنه. بتنظف يا باشا الببرونه. بس انا اجيبها من صيدليه افضل. من صيدليه افضل؟ ليه؟ مش هتفرق كتير. دي عداده هتفرق طبعا. هتفرق بجد؟ اه. لو هي نفس البراند هيبقى تفرق برضو؟ لا مش نفس البراند. الله حلو قوي دي. ليه دي بقى يا احلام؟ عشان البيبي يمسكها؟ لا ليه دي؟ واو بص يا جماعه دي للبنت. اتهربت. دي للبنت ودي للولد. واو جميله قوي. دي ببرونات وتيتينا. تيتينا بس كنت فاكراها سكاتة. فاحلام بتقولي لا خلاصي اسمها لهاية او تيتينا يا جهلة. ده الثري ليك. ما تيجوا اجيب واحدة يا جماعة وادوقها. ثري ليك دي احلام مناديل مبللة. ايوه يا بنتي خلاص هتحتاجها طبعا. استنوا الفيديو اللي احلام هتعمله لكم بتاع توضيب شنطه الولاده. عايزه اعرف ده هاند اند فيس. اوكي يبقى اخد واحده هاند اند فيس. بس هتاخد واحده هاند اند فيس يا جماعه. وفي ايه تاني معلش غير الهاند اند فيس؟ في زيرو برفيوم. في زيرو برفيوم يا شباب. اللي عايزه لابنها زيرو برفيوم تيجي هنا مع احلام. هتجيب بس 56 دي 64. حلو يا جماعه سعرهم ده. دي ب 32 وجيب. خدي لك واحده كمان من اللي هي عامه. انا كده كده هوريكم في الفيديو حاجه اللي انا اشتريتها. انت ممكن تاخدي واحده تانية يا احلام من دي. ادم لا مش عارفه الزهور عليك. ده ادم ابن حنان. كوتشي اتزنى. معلش يا حبيبي. احلام ممكن تاخدي واحده كمان من دي من هاند اند فيس. اه لا ايه تحتاجيها؟ لا انا هم كانوا كفايه قوي. طب براحتك. في حاجة تاني؟ مفيش لج اند ودان؟ مناديل للودان؟ دي مناديل بلمسة القطن. جونسون؟ معلش من كتر اللي انا بسمعه عنهم. دي احلام بتفكر. شوفوا شايفين الامومة صعبة ازاي يا ولاد. اه دخلتي قسم البامبرز خلاص. يلا حبيبي. الواد جاله امساك، جاله اسهال، جاله برد. اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه استخدم ايه بامبرز ليهم عشان انا بفكر اجيب مولفكس. فانا بالفعل هجيب مولفكس. انتوا لو برضو انت في حد قالك عليها يعني؟ بصوا يا جماعه حاجات النيو بورن. بصوا يا احلام. بصوا الشامبوهات يا كيوتي. بس احلام بتقول انا هجيب سانوسان. مش عارفه ايه سانوكتنج. انا ما اعرفش غير جونسون والله يا خال. لا انا اه في براندات كتير للشامبوهات بس انا ايه ما اعرفش غير جونسون. غير جونسون بس بقى. لا دي دنيا شكل العبيطه. دي احلام هناك ايه بتختار البامبرز الافضل مساحه لاطفالها الصغار. شكرا. دي الباودر. دي احلام واقفه بتجيب الببرونات. والببرونات شايفين خبرة الأم العظيمة. مش عايزة أقرب لكم قوي عشان البنت اللي في الصيدلية الدكتورة ما تبانش. بانت. بصوا دي الببرونات. دي الست اللي أحلام ماسكاها ب 900 جنيه. معرفش ليه عشان ببرونة. أنا اللي خلينا أجيب ببرونات ب 900 جنيه ليه؟ ايه الفكره؟ مش عارف. طبعا احلام بتتكلم ان هي لازم تكون ازاز عشان تكون هيلثي اكتر للبيبي. تعالي بص هنا. التيتينا. اه هتجيب لهم تيتينا عشان لازم يشربوا في التيتينا لان ده مش شرب يا ماما. اوكي. ده عشان هما نايمين. شو اسمها سكتة؟ سكتة؟ ايه؟ اسمها تيتينا يا جماعه. اتعلموا بقى. انا قلت عليها ببرونه. اه معلش هحط لها يا جماعه عشان هي قصيره مش عارفه توصل لها اهو عشان تعرفوا قيمه طولي. الحمد لله. تيتينا. تيتينا ويلا بينا. عايزه تجيب لهم اربعه. هاتي
هي دي منزل خمس منزل ستة دي شغلتين يعني لو انا مفيش نفس المنزل ستة بس شغل تاني. والنبي اسأل سؤال، هي بالاعمار؟ اه مش اي واحدة يعني؟ كنت فاكرها بتتحط في بق العيل تسد تسده عن العياط وخلاص طلعت مقاسات. ايه ده بجد؟ اه ايه ده ليه؟ عشان ممكن الاطفال من ست شهور بقهم اكبر، انا معرفش. هي من زيرو لستة يا جماعه، عندهم بقى حاجات كتيره والله. انا احنا في صيدليه الايمج، انا رايحه اجيب الشامبوهات. لا مش هتجيب شياله اعتقد، مش واحد في ظهرها واحد في وشها. بصوا البيبي اللي في الان بامبرز. ده يا جماعه في افوكادو وبيحمي من ايه؟ من الحساسيه. اضرب بص بيتربع كده حبيبي. ده ادهم رجله وجعته من اللفه طبعا. سان سكرين ده هو الشامبو بكام؟ 165 عليه قطعه والثانيه 60%. ده بالافوكادو مش انا ما استحماش ياكله. بس انا شفت فيديوهات كتير عن سان سكرين بصراحه، لان انا اول مره فعارفه ان انت جمع في فيديوهات كتير واعرف ان انا كنت اجيبه فكل حاجه سان سكرين حلوه قوي. ايه؟ سامعين؟ هو اصلا براند فرنسي. هو اصلا مفيش سامسونج غير الحاجات دي اللي عندك دول وهم فوق يا احلى. هو انا عايز اعرف عيب جونسون ايه؟ محدش رد عليا تقريبا، سؤالي كان ملوش اي 30 لازمه. بس انا بقول لكم الطفل ممكن يستحمى بصابونه بريحه المدور ده. صابونه بريحه ب 3 جنيه ونص. انا عايزه اعرف قبل احلام قبل سنوسالي الاطفال كانوا بيستحموا بايه؟ صابونه بريحه ب 2 جنيه ونص. ماء جونسون جميله. ماء جونسون عيط. طب انت ايه انت؟ هو جونسون بيتكلم؟ شيكو شيكو. احلى بتشوف الببرونة عشان الببرونة شيء مفيد. عايزة الببرونة اللي متنية شوية، معرفش ايه الببرونة المتنية شوية دي. احلام عايزه ببرونه ازاز عشان الميكروبات والبكتيريا ما يدخلوش ما بيدخلوش في الافوكادو بتاع الشامبو ده. بس انا حابه ان انا اجيبها ازاز افضل. اه احلام بحبه اجيبها ازاز عشان لو ما كانتش ازاز الناس تقول علينا ايه. بصي احلام ده، بص ده وده لا مؤاخذه تيبر كير كريم راش ستوب ما اعرفش بيعمل ايه. بصي ده ده ايه ده؟ سان وسان. اه ده شامبو يعني كريم الكريم محفوظ ومعامل دي. طب لو عايزه انا عايزه اسال سؤال، انا عايزه اسال سؤال. بس عايزه اجيب سودو كريم. اه معلش يا جماعه طب هنسافر اوروبا بعد الفلوج ونرجع لكم مره تانية عشان الموضوع صعب. طيب يا جماعه خلاص كده احنا خلصنا الجوله بتاعتنا. شوف دلوقتي احلام هتعرف ولا مش هتعرف. ده فازلين. ايه الحجم ده؟ هي طول عمره ده في حجم اصغر من ده للشفايف. بصوا 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 احلام دلوقتي هتيجي كمان تشوف الستينات دي. اه مالها؟ جود مورنينج. اه واو يا جماعه الصابونه دي كانت انقرضت. دي صابونه جود مورنينج فاكرينها اللي كنا بنستخدمها اثناء طفولتنا لبشره ناعمه ونادره ولوكس. مال الصابونه لوكس وفا كان الغني قوي 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 بيجيب كمان.
اللي عندهم صابونه ديتول دول اغنى ناس في البلد. انا زمان بقى كنت بجيب صابونه دوف كانت ب 20 جنيه وانا كنت عامله حكايه عليها وكنت بقول 3 جنيه لا عليها خصم 3 جنيه يا جماعه. صابونه دوف عليها عرض يا شباب. وايه صابونه جود مورنينج بتعمل ايه يعني الصوابين العاديه الصوابين؟ طبعا ما اشتريتش الببرونات بس جبت حاجات ثانيه والحاجه غاليه قوي 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 بس يلا مش خساره فيهم الصراحه. دلوقتي احنا خلصنا اليوم خلاص ومروحين وانا تعبت جدا الصراحه فرطت قوي قوي. انا كده خلاص مش هنزل تاني اظن يعني بجد لحد ما اشوف الكاميرا فين في مكان معين واجيبها من المكان ده يعني ابقى نازله عارفه ان هي موجوده وخلاص اروح اجيبها. فانتوا اكتبوا لنا في الكومنتات بقى وقولوا لنا نعمل ايه بالظبط. خلصنا يا جماعه اليوم خلاص ودلوقتي طلبنا اوبر ومروحين. يا رب بس النهارده اليوم كده يكون حلو عليكم وهنزل لكم بقى اليوم كامل وهنزل لكم الفلوج ده كامل هنزل لكم الفلوج ده اجزاء عشان مبقاش طويل بس قوي عليكم. بس كده حمسانين اوبر ويلا ما تنسوش اللايك ما تنسوش اللايك ما تنسوش اللايك. باي باي.